واجبات مستمرة ينفذها أبطال الفوج الثالث اللواء 52 قيادة المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو في تعقب ما تبقى من خلايا عصابات داعش الإرهابية، ويتم ملاحقتهم في المناطق الجبلية والأودية عبر مقاتلين أشداء لا يهابون المنايا وهم أبطال السواتر. وهناك جهود للهندسة العسكرية وتفجير عبوات ناسفة ضمن واجبات البحث والتفتيش في منطقة الزرقاء. يواصل المقر المسيطر عمليات طوز خورماتو تنفيذ العمليات الاستباقية ضمن قاطع المسؤولية من قبل التشكيلات العاملة بأمرة المقر لملاحقة فلول داعش الإرهابي، وخاصة قاطعنا مهم لأنه امتد على حدود فاصلة مع عمليات صلاح الدين ومقر متقدم كركوك وإديالة وأيضا منطقة إمامة حرس الإقليم. شرعت قوى اليوم الفوج الثالث لواء المشاة 52 لتفتيش منطقة الزرقاء والمناطق المجاورة إلها اللي هي تابعة إداريا إلى قضاء طوز خورماتو. وردت هذه المعلومات وفق معلومات استخبارية، وتم تفتيش المنطقة والوديان المؤدية إلها. تم العثور على عبوة ناسفة وتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي للواء، والغاية من الواجب بأن عدم وجود مأوى أو مضافات لعصابات داعش ضمن هذه المنطقة. مقاتلو الفوج بمعنويات عالية ومستمرون بتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم في تعقب العصابات الإرهابية مهما كانت الظروف، وأنهم يفتدون الوطن بالغالي والنفيس. إن شاء الله مستمرين في تنفيذ الواجبات وملاحقة العصابات الإرهابية. نحن أبطال فوج الثالث لواء 52 في منطقة الزرقاء، تم تنفيذ الواجب وأرواحنا إن شاء الله فداء للوطن وأهله. من منطقة الزرقاء في قضاء طوز خورماتو، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.